حجم الدمار اللي تعرضت إلى محافظة نينوى عالي، ولا يختلف كثيرا عن المحافظات الأخرى في سواء كانت في الأنبار أو صلاح الدين، مع يعني التأكيد على أنه أيمن الموصل تعرض إلى يعني حجم هائل من الدمار. بصراحة أتحدث الروتين لدى بعض الدوائر في محافظة نينوى وبعض الأشخاص يعطل من تحقيق استحقاقات المحافظة. الظروف الاستثنائية اللي مرت بها المحافظة والظروف الاستثنائية التي تعرضت لها البنية التحتية لمحافظة نينوى تحتاج إلى جهود استثنائية، وتحتاج إلى إجراءات أسرع، وتحتاج إلى خطوات أشجع من الموظف، من صاحب القرار، من المتابع، من المعنيين. بصراحة في مثل هذه الظروف اللي يخاف المفروض ما يشتغل. اللي مثل هذه الظروف اللي يخاف لازم لا يشتغل، خليه يترك المجال لغيره. مو تظل المعاملة لدى الموظف الفلاني أو الموظف الفلاني أو الجهة الفلانية، المعاملة باقية متعرقلة، واللي يدفع ضريبتها هو ابن المحافظة، ابن محافظة نينوى. المحافظة تحتاج إلى استقرار سياسي. كلما كان هنالك استقرار سياسي في المحافظة، عجلة الأمن وعجلة الإعمار وعجلة الاقتصاد وعجلة الاستثمار ستنهض بشكل واضح أكثر. فرق الأنبار عن محافظة نينوى، الأنبار شهدت استقرار سياسي بشكل يعني مبكر وبوقت أسرع. الآن مسؤولياتنا الأخلاقية أن نعمل في كل المحافظات، ومسؤوليتنا الأخلاقية أن نكرر تجربة الأنبار بظروف أحسن في محافظة نينوى. إن شاء الله نينوى ستكون أفضل من كثير من المحافظات التي تعرضت إلى دمار. السنجار تحتاج إلى حل سياسي بصراحة، مثل ما تفضل جنابك أكو خلافات سياسية في سنجار، ولا تتعلق بوضع المسلمين فقط، تتعلق بوضع المسلمين ووضع اليزيديين ووضع المسيح وكل المكونات اللي موجودة في هذا القضاء، تحتاج إلى حل سياسي، وهناك خطوات عملية لإيجاد حل أمني وسياسي في هذا القضاء. بما يتعلق بالاتفاق الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هو إنجاز عراقي ويحسب للدولة العراقية وجهود السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له وكل القوى السياسية التي سندت هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو خطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز السيادة العراقية، وفي نفس الوقت انفتاح العراق على المحيط أو على المجتمع الدولي وعلى الدول التي وقفت مع العراق في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتفاق لا يقتصر فقط على الجانب الأمني، ولكن أيضا على الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري والتعليمي ودعم الانتخابات وتفاصيل كثيرة من ضمنها الجانب الصحي. هذا خطوة بالاتجاه الصحيح ونحن داعمون لهذا الاتفاق. بما يتعلق جنابك تحدثت بموضوع العوائل العائدة من مخيم الهول، لا تزور وزارة وزراء أخرى. لا يجوز أن يترك الطفل في مخيمات يرتع فيها الإرهاب. كيف نحافظ على هؤلاء الأطفال؟ كيف نحافظ على النساء التي لم يثبت أو يثبت أنها تنتمي إلى هذه الأفكار المتطرفة أو تنتمي إلى هذه التنظيمات الإرهابية؟ يجب على الدولة ومؤسساتها أن ترعى الطفل وترعى المرأة، كما يجب أن لا يتم ظلم أي بريد. علينا توفير برامج كدولة عراقية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال والقادمين من هذه المخيمات لزجهم بشكل طبيعي في الحياة الاجتماعية.